جميع القطع الموجودة في الخزانة. هذه هي القطع الموجودة في الخزانة. هذه الخطوة الأولى، نتعرف جميع القطع. البراغي وأنواعها والتباشيم الموجودة لدينا، ونلاحظ الكودات الموجودة لها المرسومة لها في إيكيا، في منوال أوكيا، لأنه كل تبشيمة لها مكان محدد سوف يقوم بالإشارة لها بالرمز في مجلد إيكيا. كما نلاحظ متعدد التباشيم ومختلفة، وليست واحدة مختلفة سوف ولا يمكن لأي واحد منها أن يوضع مكان الآخر. اختيار هذا اللوح، ونلاحظ أن هذا اللوح يملك 4 فتحات على كل جانب. نقوم بتثبيت البراغي، نوع محدد من البراغي، هذا النوع حصرا، هذا النوع من البراغي في 4 فتحات القريبة، يعني فتحتين في على هذا المكان وفتحتين على هذا المكان، ونقوم بتثبيتها بهذا الشكل كما نشاهد. نقوم بإحضار هذين الدفين ووضعهما بهذه الطريقة. نلاحظ أن الزوايا باتجاهين مختلفين، باتجاهين متعاكسين، ونضعهما بهذه الطريقة. ثم نثبت 6 براغي من البراغي التي كنا بالتحدث عليها منذ قليل. يجب أن نراعي الترتيب. هنا في هذه الزاوية برغي، وفي هذه الزاوية برغي، ونلاحظ أنه متباعدين وليس متقابلين، وفي هذه الزاوية برغي، وفي هذه الزاوية أيضا برغيان، أي مجموع 6 براغي، 2 على هذا الجنب، 1 على هذا الجنب، في هذا الترتيب بالضبط. هذه القطعة، هذه القطعة موجودة في منوال إيكيا باسم 4X، ولها مكان هنا 4 قطع كما نرى. سهلة التركيب، مجرد أن نقوم بهذه الطريقة، 4 قطع على طرفي البردان. ونلاحظ أن كل هذه القطعة منهم فيها برغي يجب تثبيته، ثم نقوم بتثبيت البراغي بهذه الطريقة. ثلاث قوائم مع 6 من التباشيم، 6 من التباشيم، ونضعها على هذه الطريقة، نضعها على هذه الطريقة بالتحديد. يجب أن نلاحظ أننا قمنا بوضع هذه التباشيم الفتحات بهذا الشكل. نلاحظ التالي، هذه الفتحات، نلاحظ المكان الكبير والصغير، الكبير والصغير مع الكبير والصغير بهذا الشكل. يجب أن ننتبه لهذا الموضوع. ثم نقوم بوضع هذه التباشيم في أعلى، لها مكان في أعلى أول واحدة في هذا المكان. اعذروني أقوم بالتصوير بهذا الشكل، والثانية بالأسفل، الثانية بالأسفل، ولكن يجب أن تكون على نفس، كما نلاحظ
على نفس الوتيرة، على نفس المكان، يعني الجانب الأيمن فالأيمن كما نلاحظ. والثانية نكرر نفس الخطوة مع الثانية، مع القطعة الثانية، كالتالي: هذه الثلاث قطع من القوائم تحوي التباشيم على أطرافها اليمنى من الأعلى ومن الأسفل، ونلاحظ أن هذه القائمة مختلفة عن القائمتين الثانيتين. هذه القوائم بهذه الطريقة على هذا الشكل، نلاحظ أنه جدا من السهولة أن تدخل في هذه القوائم هنا. والقائمة الثالثة سوف نضعها في هذا المكان، نضع هذا اللوح فوق هذه العوارض التي قلنا أن قمنا بتثبيتها بهذه الطريقة. نلاحظ أن الفتحة أو الكيرف الموجود على الجهة اليمنى سوف ينطبق فوق هذا الكيرف على الجهة اليسرى بهذا الشكل. بإدخال كل برغي من البراغي التي قمنا بتثبيتها سابقا في هذا المكان، ونراعي الفتحات. طبعا لأني أنا آسف، أعتذر لأني أقوم بالتصوير والتركيب. سوف أقوم بتثبيته ثم أعود إليكم لاحقا. البراغي مع التباشيم في المكان كما نلاحظ في القوائم الثلاثة التي لدينا، ونلاحظ أن البراغي قد ظهرت هنا. نلاحظ أن البراغي قد ظهرت في هذه الفتحات، وهذا أمر مهم سوف نقوم بشرحه لاحقا. وقد أصبح لدينا الشكل التالي، هذا هو الشكل الذي أصبح الآن موجود لدينا. هذا هو الشكل الذي حصلنا عليه حتى الآن. القطعة البلاستيكية ونقوم بوضعها بهذا الشكل في أماكن البراغي التي قلنا أنها سوف تظهر، ونلاحظ أنها سوف تدخل بشكل بسيط وسهل، ونقوم بتثبيتها بهذا الشكل فقط. يجب علينا أن نقوم أن هذه الفتحة أن تكون من جهة البرغي، برغي أو أحد هذه التباشيم البلاستيكية، واثنتان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. يجب أن نلاحظ هذا الترتيب. بالتالي في هذا الشكل نضع هذا اللوح القاعد التي قمنا بتثبيت البراغي عليها في أول الأمر في أسفل القاعدة في أسفل الطاولة التي سوف نقوم الآن بقلبها لتسقط فوق هذا الدف الذي نراه أمامنا. نقوم بقلبها بهذا الشكل وإدخال البراغي في أماكنها المناسبة. هناك عبارة عن مسامير ذات قبة بلاستيكية، نقوم بوضع أربعة منها في كل أربعة في هذه الزوايا، في الزوايا الأربعة، ثم نقوم بطبقها بالمطارق. هذه الزوايا وضع هذا الدف على الأرض ثم إحضار هذه الزوايا، ونلاحظ أن هذه الزوايا
تملك هذه الزاوية البلاستيكية. هناك فتحتان على الدف وفتحة هنا، ونلاحظ أنها متقابلة، فإنها سوف تكون على هذه الشكل أو الطريقة. طبعا أنا عكست الموضوع، يجب أن تكون هنا. نلاحظ أن هذه سوف تكون إلى الداخل، ونقوم بتثبيتها أن تكون هذا الجانب إلى الداخل، هذا الجانب إلى الداخل. هو لن يركب إلى الخارج، ولكن لتسهيل الأمور أن يكون هذا الداخل إلى هذا الجانب إلى الداخل في كلا القائمتين البلاستيكيتين كما نشاهد الآن. ثم نقوم بتثبيتها بواسطة البراغي، بوضع هذه البراغي هنا. ونلاحظ أن هذه البراغي، طبعا أشدد أن تكون البراغي، لأن كل برغي له مكانه. ليست هذه البراغي، هناك كثير أنواع كثيرة من البراغي. هذا البرغي وليس هذا البرغي. نقوم بوضعه بمكانه المحدد. البراغي بشكل جيد ومحكم. طبعا أنصح باستعمال المفاتيح النصف أوتوماتيكية، لأنها تقوم بتوفير الوقت عليكم وتوفير الجهد. أقصد المفكات الأوتوماتيكية. اللوح الأبيض، طبعا لدينا مفروض عدة ألواح بيضاء. نقوم طبعا هذا هو المقاس المناسب، نلاحظ أن هذا هو المقاس المناسب للدرج الموجود لدينا، ونقوم بوضع كل واحد منه كما نلاحظ في المسار المحدد له والموجود ضمن الألواح البلاستيكية. ثم نقوم بتثبيته كما نلاحظ أنها هناك فتحات للبراغي. نقوم باستخدام البراغي المدببة وليست البراغي الثانية. يجب استخدام البراغي المدببة وتثبيته بإحكام. ونقوم بعمل تثبيت نفس البراغي على الطرف الثاني من الجنب. جاء الآن. طبعا أعتذر عن تقطيع الفيديو، ولكني أعمل منفردا وأصور منفردا، فأنا أضطر إلى أن أقطع الفيديو. وهذا الشكل الذي حصلنا عليه بعد تثبيت اللوح بالدرج، حصلنا على درج متكامل. الدفة الصغيرة هنا في مكانها، نلاحظ أن هذه الدفة لم تركب في مكانها، لأن هناك عدة مقاسات من الأخشاب المتوفرة مع إيكيا. يجب أن نحضر الثاني، لم يكن ذلك هو المناسب. نلاحظ أن هذا هو المناسب تماما لهذا الدرج، ونلاحظ أن هذا التثبيت يجب أن يكون على جميع النواحي بهذا الشكل. ثم نقوم بتثبيت نفس البراغي على الطرفين، البراغي المدببة. هذه الطريقة، ونلاحظ أن هذه الخزانة موجودة على الأرض. نقوم بحمل الأدراج بهذه الطريقة كما نشاهد الآن، ووضعها كالتالي على هذا الرقم. الدرج الأول، طبعا قمنا بإنشاء الدرج الثاني ولكن لم أقم بتصويره لي فقط تسريع العملية. ثم نقوم بإدخال الدرج الثاني كما نشاهد.
يجب أن نتحقق لدينا هذا المنظر التالي كما نرى. يجب أن نشاهد أنها هنا هذا بهذا الشكل. لدينا بهذا الشكل كما نشاهد، وهنا نفس الطريقة. وجود هذا الثقب الصغير، هذا الثقب الصغير، سوف نقوم بوضع هذه البرغي والعزقة فيه فقط. نقوم بوضعه بهذا الشكل ثم نقوم بتثبيته. سوف أقوم بتثبيته وتصويره لكم لهذا البرغي. يجب أن يكون ونقوم بهذه الطريقة في الأربع أماكن لدى الدرجين. البراغي الأربعة كما ذكرت لكم، هذا المكان وهذا المكان والدرجين الثانيين. أقوم الآن برفع الخزانة، تعد ثقيلة نوعا ما. وهذا الشكل الذي حصلنا عليه إلى الآن. ثم سوف نقوم بتركيب الأدراج النصفية في مكانها. نقوم فقط بتنزالها هنا حسب الحاجة. بهذا الشكل. بهذا الشكل في كلا الطرفين. النتيجة النهائية بعد تركيب الأدراج النصفية وتركيب هذا الدرج أيضا، خزانة جميلة للأحذية من إيكيا. وهكذا نكون انتهينا من تركيب هذه الخزانة. أشكركم جزيلا لمتابعتي على قناة فيديو تكنولوجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.